معنا عبر الهاتف من جدة الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، مرحبا بك معنا دكتور خالد. ما هي خطورة اليوم السماح بتثبيت أقدام تنظيم الحوثي في اليمن خاصة مع الدعم الإيراني اللامتناهي، وجميعنا يعلم ما هو الدعم اليوم اللوجستي والعسكري الذي تقدمه إيران للحوثيين في اليمن؟ يعني هو هذا السبب الذي من أجله بدأ التحالف العربي، تكون التحالف العربي عندما شعرت دول التحالف والسعودية خصوصا بخطورة الوباء في اليمن، بتمكن جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران من السلطة ومن الحكم ومن الجيش ومن كل ومن الأمن، فلذلك استشعرنا الخطر وتشكلت الجبهة هذه التحالف العربي لتحرير اليمن وإنقاذه من براثن الإنقلابيين. ولعلنا نذكر أنه قبل هذا أن يبدأ التحالف أو يعني عاصفة الحزم، كانت هناك مناورات عسكرية قام بها الحوثيين على حدودنا الجنوبية بالأسلحة الثقيلة وبالصواريخ، وأظهروا قدراتهم الصاروخية وبدأوا التهديدات باحتلال المناطق الجنوبية والوصول إلى مكة والمدينة. فالأمر ليس يعني مجرد نظرية أو شك، ولكنه يقين، والآن التوجه واضح في اليمن إلى سيطرة الحزب على كل مقاليد السياسة والاقتصاد والحكم وإبعاد شريكهم في علي عبد الله صالح المخلوع. نعم. طيب دكتور خالد، عندما يقول الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن اليمن أشد خطورة من لبنان عندما نقارن الحوثيين بحزب الله، كيف تقرأ هذا الموضوع، وإلى أي درجة يمكن اليوم أن يعني نستطيع أن نشعر في كلام ولي العهد أن هناك إصرار حتى النهاية للحرب ضد تنظيم الحوثي في اليمن؟ لبنان ليست على حدودنا، ولبنان هناك قوى في المنطقة وإسرائيل وغيرها تمنع وصول أسلحة من نوع سكود التي استخدمت ضد المملكة، ولذلك هناك حدود لما يمكن أن يفعله حزب الله. أما في اليمن فقد تمكنوا تماما من السيطرة على الحكم كما ذكرنا، وبالتالي لم يعد هناك أي قيد يمنعهم من استخدام أسلحتهم الثقيلة أو صواريخهم، وفعلوا بالفعل. يعني هذا ما حدث، أكثر من 40 صاروخ باليستي أطلقت على المدن والمناطق السعودية الآمنة. نعم، وتم اعتراضها. نعم، ومن بينها مكة المكرمة، منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض. فإذا الأمر ليس مجرد نظرية ولكنه واقع عملي نتعايش معه كل يوم، وهو يشكل خطر. هذا بالنسبة للسعودية. أيضا ربما أشار أيضا ولي العهد إلى أن موقع اليمن الجغرافي والاستراتيجي أيضا على باب المندب أيضا سيؤثر وجود الحوثيين على التجارة العالمية بشكل عام. دعني أسألك سؤال أخير لو سمحت لضيق الوقت دكتور خالد، هل تتوقع أي حل سياسي اليوم في اليمن بعيدا عن الحلول العسكرية على المدى المنظور على أقل تقدير؟ فقط إشارة سريعة، لأن الحوثيين فعلا هددوا الملاحة بصواريخ وأطلقوا حتى على ناقلات إماراتية وأمريكية وغيرها. أنا أعتقد أن الحل في اليمن في النهاية هو حل سياسي، الحل العسكري هو وسيلة للضغط لإقناع الأطراف المتمردة باللجوء إلى الحل السياسي، ولكن في النهاية الجميع هم مكونات يمنية ومن حقهم أن يشاركوا في الحكم، ولكن من خلال صندوق الاقتراع، من خلال ما تم الدستور. بالتأكيد. سؤالي لك، هل هذا الحل قريب ربما؟ لا مؤشرات حتى الآن. التعنت الأمريكي ولا عفوا التعنت الإيراني، ولكن مع زيادة العقوبات على إيران والضغط عليها من دول كبرى كالولايات المتحدة، وإذا انضمت أوروبا أيضا إلى هذا الضغط، فسيمكن بالتالي، لأن رأس الأفعى هي في طهران وليست في صنعاء. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من جدة.